فانا قلت نكتب حاجه للغلبان ده، فكتبت له القصيده دي بتقول قالوا في الاب ان الضهر والحيطه اللي شايله البيت، وانا قلت ابويا يعني سند العمر، يعني الايدين الخشنه والظهر اللي ما يملش، يعني اللي بيشيلك في وقت الناس ما بتشيلش، يعني اللي عوده يميل ولا يسيبك تميلش وتتعكز عليه ولا تخاف، حنان امك يبان اكتر فتكتب عنه وتزود، وهو حنانه متداري بيظهر بس مش متشاف، وقت امك ما تغرف لك بيبقى الاكل هو، تغطيك امك ان تبرد فيبقى الحاف، تشوف في عينيه زمن وحياه وايام عاشها علشانك، ويتبهدل من الدنيا وياخد ضربها مكانك، بتزعل لما يقسى عليك عشان ما تدقش من مر، وراحته تروح عشان راحتك ويدبل عمره في زمانك، ابويا كفوف تشيل ما تميل، ابويا السيره والتفاصيل، ابويا الظهر من الايام وحب حقيقي دون تمثيل، ابويا قلب هادي جميل بوش عجوز وقلب شباب، ابويا نغاب تغيب الشمس وبيتنا يبات بدون الباب، حلوه الايام وانا بتحامى في ظهرك من الجاي، بتباهى بانك من دمي وبشوفك وسط الناس هيبه، بتعلم منك اكون انسان وان احنا ما بيطولناش عيبه، اسوء وحنيه في نفس الوقت وبحور بتفيض جبر وطيبه وحاجات اكبر من كونها حاجات، من يعني يحبك تبقى احسن منه غير ابوك بالذات، انا ابويا الايد اللي في ظهري وعارف انها دايما سنده، انا ابويا الشخص اللي لما احتاج بيجيني لوحده بدون منده، مسمار الظهر ونور العين سيد كل الناس وحبيب الكل، انا ابويا يطل الدنيا بخير والحاجه تفك ان كانت عندها، في ايديك عديت اول شارع بعينيك بصيت على الناس في امان، من عمرك عشت اجمل ايام وبسيرتك بمشي في اي مكان، بتوقف لك كل الناس تقدير وتشيلني الناس تقدير لاجلك، عيني ما تنزلش لايا كان تنزل لك وحدك ولاجلك، ربنا ما ينزل عنا لحد موجود وسطينا وهلجأ لك فالدنيا تمام، ربنا يابا يديمك عكاز ويطول حسك في الايام يا رب. وعجب يعني منك لله يا فارس بجد. هو انا كل كده يعني كل الطقم ده، انا ابويا متوفي ربنا يرحمه ويرحم جميع الاموات، كده جمله انتوا انكسر الباب من غير باب ودمرت احمد ودمرت لنا اليوم. خليني دمرتنا، يمكن شافك تحكي بان فقد الاب يعني شيء صعب، خاصه فقد الاحباء فراقهم متعب للغايه قوي، وانت مثل ما ذكرت بان الاب مظلوم ولانا يعني احنا ما لقينا غير الدموع جواب على قصيدتك، وهذا يمكن بس كلامك وجعني انا شخصيا، انا موجوعه كتير، اب وزوج وام وحاله صعبه قوي.